أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. بداية، أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أنه بعد استشارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتزاما بما تقرر سابقا، وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء أمس مرسوما رئاسيا ترقى بموجبه إلى ولاية المنتدبة الدوائر الأتية: أفلو بولاية الغواط، باريكا بولاية باتنا، قصر الشلالة بولاية تيارت، عين والسارة ومسعد بولاية الجلفة، لبيض السيد الشيخ بولاية البيض، أبو سعادة بولاية المسيلة. كما عين السيد الرئيس باقتراح من وزير الداخلية وجماعات المحلية وتهيئة العمرانية على رأس هذه الولايات المنتدبة السادة الآتية أسماؤهم: بن مرح يونس وليا منتدبا لأفلو بالأغواط، بوذهب سعيد وليا منتدبا لباريكا بباتنا، داودي توفيق وليا منتدبا لقصر الشلالة بتيارت، علوش بوعلام وليا منتدبا لعين والسارة بالجلفة، وداودي عادل وليا منتدبا لمسعد بالجلفة، ومدن عبد ربي وليا منتدبا للبيض سيد الشيخ بالبيض، بن أحمد رياض وليا منتدبا لبوسعدة بلمسيلة. بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فصل الوزير الأول نذير العرباوي من تندوف، وخلال لقائه مع فواعل المجتمع المدني، فصل في محاور البرنامج التكميلي الذي أقره السيد الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 ديسمبر الجاري بقيمة 29.5 مليار دينار ليضاف إلى البرنامج التنموي المسطر للولاية. الوزير الأول وهو يعلن عن إطلاق أول منطقة حرة تجارية بتندوف قبل نهاية السداسي الأول من العام المقبل، أكد أن الديناميكية الاقتصادية المتصاعدة التي تعرفها المنطقة من شأنها تطوير البنى التحتية، لا سيما بعد افتتاح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني اللاحق. التفاصيل مع عمار تواجي. تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية ببناء مستقبل زاهر لولاية تندوف ومنحها المكانة المتميزة في سياق مسار التنمية الشاملة، عرض الوزير الأول فحوى البرنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية. تعهد السيد رئيس الجمهورية بمجموعة من الالتزامات وقطع على نفسه التعهدات للتكفل الفوري بالانشغالات التي تفضلتم بالتعبير عنها خلال هذا اللقاء، وإجمالا تتعلق بقطاعات الصحة والري والسكن والتعليم العالي. لقد تعهد السيد رئيس الجمهورية وأوفى بكامل التزاماته. بدورهم سكان الولاية أثنوا على استجابة السيد الرئيس لتعهداته اتجاه أعيان المنطقة وفي ظرف وجيز. اللي قال الرئيس احنا قاع ما نقدو نعبر وعندو بينا زين مزي الرئيس، وذاك المقال اللي قال لنا وقف فيه. السيد الرئيس الجمهورية جانا هنا زيارة تندوف، زيارة مباركة، وتلاقينا معاه وأعطانا عهد استجابة رئيس الجمهورية. نشكره على أن هذا شيء جانا سريع، قام ما كنت وقعه هذا الوقت اللي ذوه. قرر الرئيس نشكره على الزيارة الأولى اللي جانا بها، نشكره بها أكثر، ووعد راه يطبق إن شاء الله والله يكمل عليه بالخير. إحنا زاد رحنا مع الرئيس. استبشرت ساكنة تندوف ولله الحمد هذه الزيارة الميمونة والتي أتى على إثرها الكثير من المشاريع السيادية والتي لا تعتبر مشاريع ولائية أو محلية بقدر ما هي مشاريع وطنية سيادية. والحمد لله رانا نشوفوها في الميدان متوجزة مش جسد. وآخر شيء هو أنه الوزير رئيس الجمهورية من جال تندوف عقبه مباشرة وفد وزارة جال تندوف، ورأينا اليوم الحمد لله في لقاء الوزير الأول من أجل تكميل هذا البرنامج اللي جابه رئيس الجمهورية لولاية تندوف. زيارة مشرفة وأعطت للولاية دفعة قوية في خصوص التنمية، وهي اليوم في عهد السيد الرئيس تندوف في مصف ولايات الكل الشمال والجنوب، وهذه قفزة نوعية حقيقة
يشعر بها الصغير والكبير. كاين أحلام كنا نحلموا بها تجسدت على أرض الواقع وفي أسرع وقت. الحقيقة ما كناش نتوقعوا هذه السرعة في اسمه في أسرع وقت. ونشكره باسمي باسم كل نساء تيندوف وكل المجتمع المدني. ما لفت انتباهنا استجابة رئيس الجمهورية السريعة عقب زيارته لولاية تيندوف من خلال زيارات وتوافد كبير لكل الوزراء. ليفصل بلغة الأرقام الوزير الأول في المبالغ المالية المخصصة للبرنامج التكميلي والحالي الموجه لعديد القطاعات. حظي بموافقة سيد الرئيس خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، وتبلغ تكلفته غلاف مالي ب29.5 مليار دينار جزائري. ويضاف إلى هذا المبلغ البرنامج الجاري حاليا وبغلاف مالي قدره 49 مليار دينار جزائري. بتوجيه جهود التنمية بتندوف مع تثمين الموارد والإمكانات الهامة التي تزخر بها، ستعزز رؤية السيد رئيس الجمهورية بجعلها قطبا صناعيا واقتصاديا واعدا. الوزير الأول كشف عن إعادة بعث الصندوق الوطني لمعادلة الخدمة الاجتماعية بمبلغ 30 مليار دينار على المستوى الوطني. بمناسبة زيارتي لولاية تندوف العريقة وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية، أعلن من هذه الولاية رسميا عن إعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادة الخدمات الاجتماعية لأفاد بوست. وعلى ضوء تعليمات رئيس الجمهورية وحرصه الشديد على احترام أجل إنجاز مشروع الخط المنجمي الاستراتيجي للسكة الحديدية والرابط بين ولايتي بشار وتندوف وغراج بلاد على مسافة 950 كيلومترا مرورا بالعبادلة وحماقير وتبلبلة ببشار وحسي خبي وأم العسل بتندوف، وقف الوزير الأول على سيرورة الأشغال في المقطع الرابط بين بشار وحدود ولاية ابن عباس التي أسندت أشغال إنجازه إلى مجمع مؤسسات عمومية رائدة، تقول فوزيتج. مشروع استراتيجي وبنية تحتية لتثمين واستغلال واحد من أكبر مناجم الخام للحديد، مشروع خط السكة الحديدية بشار تندوف، رؤية اقتصادية جديدة وتجسيد بإرادة قوية. رئيس الجمهورية يحقق حلم الذي كان ينتظره المواطن التندوفي، وهو خط سكة مشروع خط سكة الحديد من تندوف إلى وهران. يفتح لها العزلة ما بين الولايات، وهو مشروع يعني جيد للساكنة وكان حلم بالنسبة للساكنة. هو مشروع استراتيجي في سوف إن شاء الله يفتح أبواب آفاق جديدة اقتصادية جديدة لولاية تندوف، وليس لولاية تندوف فقط وإنما جنوب الغرب الجزائري والجزائر بشكل عام. احنا نشكر السيد رئيس الجمهورية على هذا الإرادة السياسية اللي تجسدت في هذه السكة، ونثمن هذه المجهودات ونشكر رئيس الجمهورية على هذه الالتفاتة لولاية تندوف. مشروع خط السكة الحديدية بشار تندوف على مسافة 950 كيلومتر مشروع وليد التحولات الاقتصادية بالجزائر ولتعزيز التنمية المحلية بولاية تندوف. المشروع به ثلاثة أقسام: الشطر الثاني الذي يربط بين أم العسل وتندوف كان محل معاينة للوزير الأول نادير عرباوي. انطلاقا من نظرة استراتيجية للسيد رئيس الجمهورية الرامية إلى أن تتحول ليس فقط ولاية تندوف المنطقة هذه المنطقة إلى قطب اقتصادي صناعي تجاري، يعني وهذه لأول مرة في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال. الحمد لله وصلنا إلى الآن هذا المشروع أصبح يعني مشروع حقيقي بعدما كان حلم. الشطر الثاني على مسافة 175 كيلومتر يضم يعني عدة شركات وستة شركات وطنية وخمس مكاتب دراسات
لمتابعة يعني ومراقبة هذه الأشغال. على هذا المحور فتحنا الرواق على مسافة 175 كيلومتر، وبدأنا أشغال التسطيح والردم على مسافة أكثر من 50 كيلومتر. المشروع أسند إلى مجمع مؤسسات وطنية تديرها كفاءات جزائرية، بالإضافة إلى شركة صينية مختصة في إنجاز السكك الحديدية. فخر كبير انه شركات وطنيه جزائريه اللي هي اللي راها تقوم بانجاز هاد الاشغال مع الشريك الصيني اللي يسمح للمهندسين والمهندسات الجزائريات خريجي جامعات جزائريه انهم يكتسبوا الخبره ويتعلموا الهندسه تاع السكك الحديديه. مشروع تبني من خلاله الجزائر لعقيده اقتصاديه وتنمويه جديده لتعزيز حضورها اقليميا ودوليا من خلال منجم غارج بيلات للحديد. على نهج الحوار والمصارحة يحرص السيد الرئيس على الوفاء بكل عهد قطعه أمام المواطن، وعلى درب الوفاء والالتزام تمضي الجزائر الجديدة قوية وفية لمبادئها الداعمة والمدافعة عن جميع القضايا العادلة في العالم ومن جميع المنابر الوطنية والدولية. جدد السيد رئيس الجمهورية بفخر واعتزاز، جدد الموقف الثابت الذي لا يحيد عن مناصرة القضية الفلسطينية، مرافعا عن حق الفلسطينيين أصحاب الحق في الأرض سلما وحربا، والذين يبادون ببشاعة على أيدي الاحتلال. حليم علم. القضية الفلسطينية أم القضايا، ثابت من ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية. أما الله ولا تخلينا على فلسطين وما نتخلاش عليها. غزة وصلت عار البشرية، مش إلا على الدول العربية ولا البشرية كلها. بموازاة ذلك يواصل السيد الرئيس عبر خطاباته في مختلف المنابر الأممية والدولية التأكيد بأن لا حل للقضية سوى بإقامة دولة فلسطينية على حدود سنة 67 وعاصمتها القدس الشريف. الموقف الجزائري تجاه القضية الفلسطينية شهد زخما أكبر منذ تولي السيد عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية سنة 2019، زخم عكسته مبادرة رئيس الجمهورية للم شمل الفصائل الفلسطينية. ركزت جزائر جهودها خلال فترة أخيرة على أن يكون هناك إرادة سياسية داخل الفصائل الفلسطينية لتوحيد كلماتهم ورص صفوفهم حتى يتسنى لهم أن يكونوا على كلمة سواء فيما يتعلق بحقوقهم مشروعة فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967. وفي وقت تكيل فيه دول تدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بمكيالين، يؤكد رئيس الجمهورية أن من يدافع عن أرضه وعرضه ليس إرهابيا ولن يكون كذلك. كان هناك موقف رجولي وبطولي وشجاع للسيد الرئيس عبد المجيد تبون عندما حرك الدبلوماسية الجزائرية في الأمم المتحدة داعم لنضال الشعب الفلسطيني وداعم لحقوقه المشروعة وداعم لمقاومته التي وصفها السيد الرئيس ردا على بعض من وصف المقاومة الفلسطينية بأنها إرهاب ويدين أفعالها المقاومة، عندما قال السيد الرئيس عبد المجيد تبون أن المقاومة الفلسطينية هي مقاومة مشروعة وليست إرهابا. موقف الجزائر الواضح والثابت تجاه القضية الفلسطينية يأتي في وقت تشهد فلسطين المحتلة تطورات متسارعة تحتم على المجتمع الدولي استفاقة عاجلة لوقف المخطط الصهيوني الهادف لتصفية القضية الفلسطينية. الرئيس عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري على الأقل خلال هذه السنوات
التي تابعت وكنت مشاهدا لكل هذه المواقف قلبا وقالبا. لا ننسى مخيم جنين، ما حصل كان أول المتابعين إلى جنين ومخيم جنين في إعادة بناء جنين وإعادة بناء الوطن، والموقف أيضا الأخير في موضوع ما يحصل في الحرب العبثية المجرمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في غزة وهاشم، وكل فلسطين أيضا استطاع أن يكون في مواقف رائدة ومتقدمة. فلهذا أنا شخصيا أقول بأن لا زالت وما زالت شجرة الزيتونة التي زرعت باسم الرئيس عبد المجيد تبون في القدس الشريف جبل الزيتون تحفظ لهذا الرجل هذه المواقف على الأقل بشكل رمزي، ولكن هي فيها قصيدة وفيها حضور وفيها للمواقف. الجزائر التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني قولا وفعلا كانت من بين أوائل الدول التي سارعت لإرسال طائرات محملة بمساعدات عاجلة لسكان قطاع غزة بعد العدوان الصهيوني الغاشم. والجزائر التي تؤكد في كل مرة أنها لم ولن تساوم أو تهادن في دفاعها عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ستكون أمام فرصة ذهبية لإيصال مطالب الشعب الفلسطيني وطموحاته المشروعة إلى العالم بعد انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن للسنتين المقبلتين. في تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يدخل العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة يومه 84 على التوالي بارتكاب المزيد من المجازر المروعة بحق الأبرياء المدنيين، حيث قصف مناطق متفرقة من القطاع مستهدفا فجر اليوم منازل ومباني سكنية ومساجد بكل من منطقة الفخاري شرق خان يونس ومخيم الشابورة بمدينة رفح. كما شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم المغازي ومسجد زعفران ومخيمي البريج والنصيرات تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على ساحل المخيم وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. هذا فيما شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات واشتباكات بكل من الخليل ومدينة البرة ومخيم عين السلطان شمال غرب أريحة ومخيم قلنديا شمال القدس، أسفرت عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي. يحدث هذا في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من خطورة حالة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، والتي وصفتها بغير المسبوقة، حيث أكد مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في بيان له أن جميع سكان القطاع يواجهون خطرا وشيكا للمجاعة. هذا كما صعد الاحتلال الصهيوني من هجماته على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، واستعمل كل وسائل الإجرام وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني الأعزل، كما مارس كل أنواع التعذيب والتنكيل في حق الأسرى. مراسل التلفزيون الجزائري وسام أبو زيد وثق بالصوت والصورة شهادة المعتقلين من الأسرى المفرج عنهم. من داخل مستشفى أبو يوسف النجار شرق مدينة رفح جنوب القطاع، سنتعرف اليوم على قصص الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الشمالية وقام بإطلاق سراحهم، ولكن من كثر التعذيب جاءوا بهم إلى هنا إلى هذا المستشفى لتلقي العلاج، ويرون شهادات لما جرى معهم خلال أيام الاعتقال. لمونا، أخذونا حوالي تقريبا 300 نفر، لمونا كلنا مع بعض وحملونا في موقع عسكري كانوا هم عاملينه في الفلوجة، وبعدين حملونا في الشحون تاعتهم العسكرية وأخذونا على موقع على البحر، وظلهم يضربوا فينا الكل كبير وصغير وعيان وختيار، ما رحموا حدا يعني. ظلينا احنا قاعدين مغميين حوالي 27 يوم ومكلبشين، ايدينا مكلبشات وهنا الكلبشات ربطين في ايدينا هيك بلاستيك، وربطونا بكلبشات حديد تقريبا 3 ايام، بعدين فلتوهن منا وحطوا في ايدينا البلاستيك، ايدينا ورا ظهرنا. ومن مستشفى ابو يوسف النجار الى هذه المدرسة في مدينة رفح ايضا سنستمع الى شهادات اخرى من اسرى فلسطينيين كانوا قد اعتقلوا في المناطق الشمالية، وماذا حل بهم وماذا فعل
معهم الاحتلال خلال أيام الاعتقال. فجأة يعني رحنا ولقينا الجيش قبالنا وقاعد يزعق أسامينا وواحد واحد وصاروا كلبشوا فينا ولتموا فينا وقعدوا يسألونا وقلنا اشلحوا أوعيكم واشلحوا البلايز وهذا وقعدوا فتشونا وشلحوا أوعينا البكاسر وهذا وقعد ثلاث أيام في السقع وبعدين نقلونا على مكان تاني وفي السجن وهذا أخذونا غاد تعذيب عذبونا وضربونا وكسرونا. هذه بعض آثار التعذيب في اليد وآثار الاعتقال ما زالت على أيديهم حتى هذه اللحظة. وهنا نتكلم عن مئات الأسرى الفلسطينيين الذين ما زالوا يعتقلون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي سواء في المناطق الشمالية أو المناطق الشرقية والجنوبية من القطاع. هؤلاء الأسرى من أعمار مختلفة، منهم الأطفال وهناك أيضا الحديث عن نساء ومرضى وشيوخ، كلهم قد طالهم تعذيب الاحتلال الإسرائيلي ويروون روايات قاسية. التعذيب تعذيب يعني تقف قاعدوك على ركبك، ممنوع تتحرك، ممنوع تروح على الحمام، كل ما تقول تروح على الحمام يجي يضربك وتف عليك ويصير يصورك ويضحك عليك وتمسخر عليك ويصير يضربك، يجيب السلاح ويضل يخبط فيك على ظهرك على ظهرك والبسطار يدعس على راسك، يعني عذاب عذاب معروف العذاب. ويكبوا عليه ميه وبكبوا عليه بول وبكهربوه في الكهرباء، بس كانوا يسحبونا زي الكلاب على الارض ويقولوا لنا عو وماو، قلد صوت الحيه وقلد صوت الغنمه، واللي بيعملش هيك بضربوه ويقول اسرائيل حق ويغلطوا علينا كلام وسخ، كلام ما عمرنا سمعناه يغلطوا علينا. ربما حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يجبر هؤلاء الأسرى على تقليد أصوات الحيوانات، لكن نحن هنا عبر شاشة التلفزيون الجزائري نسمع أصواتهم كبشر وكإنسان للتأكيد على أن هذا الاحتلال الإسرائيلي بالفعل قد تخطى كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. آخر وبمتابعة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وحرصه الشديد على تمكين جمهوري كرة القدم وفي طليعتهم الشباب من متابعة مباريات منتخبنا الوطني المشارك في كأس أمم إفريقيا. اقتنى تلفزيون الجزائري حقوق بث 17 مباراة من كان كوديفوار 2023 والتي تنظم في الفترة ما بين 13 جانفي والحادي عشر فيفري 2024، وسيبث تلفزيون الجزائري المباريات على القناة الأرضية مع ملخصات المباريات على القنوات الفضائية. كما تمكن التلفزيون أيضا من اقتناء حقوق بث الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل، وهذا على القناة الأرضية والقنوات الفضائية. رياضة دائما، افتتحت أمس مباراة الجولة 11 من الرابطة المحترفة بمباراة حيث فاز شباب بلوزداد بهدفين لهدف على النادي الرياضي القسنطيني بملعب 5 جويليا الأولمبي في مباراة مقدمة عن الجولة 11 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس والتي تتواصل اليوم الجمعة.
يعني قدم يسرى ساحرة في هذه اللقطة. خذ مكان متاحي كداد من عيادة وصوف المناسب والزمان المناسب وبطريقة سهلة يضيف الثاني. هذا فيما تستكمل باقي المباريات اليوم الجمعة، حيث يستقطب الدربي العاصمي بين الجارين اتحاد الجزائر والمولودية المتتبعين والأنصار. قراءة في القمة الكروية مع بلال بناري. دربي الجزائر الكبير بين المولودية والاتحاد في طبيعته 15 بعد 100 سيكون مميزا وفرصة لاستعادة بريقه الضائع في السنوات الأخيرة بالنظر للظروف التي يلعب فيها هذه المرة. فمولودية الجزائر تتصدر الترتيب بفريق 9 نقاط عن أقرب الملاحقين مع 1 هزيمة وثمانية انتصارات متتالية، مدعومة بلاعبين دوليين يتقدمهم الهداف يوسف بليلي 10 أهداف في أقوى بداية للمولودية منذ سنوات طويلة. البداية القوية جعلت أشبال المدرب بومال يحظون بدعم جماهيري منقطع النظير، أعاد الروح لمدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي الذي شهد العديد من الدربيات المثيرة بين الفريقين على مر تاريخهما. ولو أن الكفة تميل لصالح المولودية ب43 فوزا مقابل 32 للاتحاد الذي يريد أن يثبت بأن الأرقام والمعطيات السابقة لا معنى لها، ويسعى للفوز أمام الغريم لتصحيح المسار في البطولة التي يحتل فيها المركز 13 ب7 نقاط فقط مع 3 مباريات مؤجلة. وضعية الاتحاد في أسفل الترتيب لا تهم طالما أن المنافس اسمه المولودية، والفوز عليه يعني أشياء كثيرة لأبناء سوسترة المتألقين قاريا بسيطرتهم على مجموعتهم في منافسة كأس الكاف، حسموا التأهل مبكرا إلى الربع النهائي ويعولون على إيقاف زحف المولودية بانتصار سيكون وقعه كبير على أشبال المدرب غاريدو في قادم الجولات. دربي هذا الموسم يرشحه المتتبعون ليكون من بين الأفضل إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنبؤ بالفائز، لكن الثابت والأكيد أن الفرجة على المدرجات ستكون في قمتها، لأن أنصار الفريقين كشف عن الكثير من الصور الرائعة والراقية في المباريات السابقة. نشرتنا تمت، السلام عليكم.